مساء الخير ومبروك على العمل يا استاذ حسين. في عجاله كده هاخد بعض النقط. طبعا الاساتذه كلهم اتكلموا في نقاط مهمه جدا. من تحليل العتبه وصوره الغلاف وهكذا. الفقره يعني ايه اللي قدمه حسام المقدم فهو يعتبر جديد داخل هذه المجموعه. فقره الوصايا اللي في المقدمه دي اعجبتني جدا. هي طبعا ملقانه بالنقد الاجتماعي في شكل سخي، والراجل عامل نفسه بيضحك ولكنه بيوجه رسائل من الباطن. على خفه الفقره دي وبساطتها الى انها مليانه برسائل النقد الاجتماعي. من الحاجات الحلوه في موضوع المعارضه الادبيه اللي اشار اليه الزميل الفكري، المرتبه في قصه المرتبه المحدبه دي في ثلاث حكايات داخل القصه. في عمليه من يعني نوع من التضفير السردي، دي عجبتني جدا. قصه مروان التاريخي، في حضور صامت لمروان ده، مروان الحالي صامت تماما، ومروان التاريخي هو اللي كان شائي جدا وبيتحرك داخل النص. النوع ده من الكونتراست او التناقض ما بين الشخصيتين، ما بين الشباب وتقدم العمر، وكأن نهاية الشقاوة دي هتبقى ذاكرة باهتة، اللي هو حالة مروان التاريخي. من الحاجات اللي اتقدمت بشكل جديد هي أبجدية أخرى للماء. الحقيقة أن القصة نفسها كسرد ومضمون ما وراء هذا السرد هي هايلة. يعني في فانتازية هنا لا تخلو من برضو مجموعة رسائل هو عاوز يوجهها. هو عمال يقول في نوستالجيا كده للماضي، وفي نقد كبير جدا للحاضر، زهقان من التكنولوجي والتباعد الاجتماعي وعمال يروح الى الماضي يجيب منه الحاجات الحلوه اللي اختفت. بيرمي كمان في ابجديه اخرى للماء، هي تعتبر ابجديه اخرى للسرد، وبرضه هو معدي كده لازم يرمي على الناس البتروليين اللي راحوا ورجعوا مليانين فلوس ومش عارف ايه. لازم هنا التشبث بالماضي هيبان بصوره كبيره في حكايه ليست جديده عن الحذاء، دي برضو فيها تشبث بالماضي. لكن من الحاجات اللي عجبتني عند استاذ حسام هو انه باقل التكاليف اللغويه قد يرسم صوره، ودي القدره على الاختزال. ده ربما هو اختزل بعد ما كتب، وربما هو اعتاد هذا الاختزال بعد تكرار التجارب الكتابيه. لكن تلاقي مثلا في واحده حلوه ماشيه قدام السارد وبعدين بيقول لك تنزع نفسك من ظهرها الحلزوني، حلل بقى كده وفكك هذه العباره، اتشعلق بنظره بهذه الانثى الحلوه اللي عدت، وان ظهرها حلزوني في ثلاث اربع صور في عباره واحده باقل التكاليف اللغويه. الخطاب السردي المتنوع واتكلمت فيه ياسمين قبل ما تمشي، اللي هو فكره هو بيخاطب مين؟ الانا بتتقلب هو، والهو والانا بتتقلب انت، بيخاطب نفسه، بيحاول بقدر الامكان يخلق تكنيك قصصي جديد. واغلب الظن ان ده حصل بعد تكرار كتابات كتير بضمير الانا، فالراجل قال اروح الزاويه الثانيه وابص على نفسي واكلم نفسي. حتى انت ما تعرفش في قصه الاستاذ محسن هو محسن ولا لا، وبعدين عمال يقول انت 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 لنفسه، فبيقحمك في العالم بتاعه. الولد الذي لا يمل من السؤال في القصه بتاعت رؤيا الحبل هو حسام نفسه. هو الولد اللي ما بيملش من السؤال من ساعه ما ساب ايدين ابوه، هو حسام نفسه اللي عمال لحد دلوقتي يسال ايه حاله التبدل في المشاعر والعلاقات اللي حصلت دي. حتى في اسئله بيكرر نفس القضية، بيسأل مجموعة من الأسئلة، هو لا يكف عن السؤال. من الجمل الحلوة قوي في قصة أسئلة، بصفتي بركز دايما في نقدي على اللغة كده، أربعة. ساعة ليونة النهار ودخوله في قلب الليل القادم على مهد، جميلة جدا. أشكال هندسية، في مجموعة صور متعددة، هو بيختار القاعدة اللي يتحرك منها. هو عامل مربع ودايرة ومستطيل، هو أصلا فرض من البداية تعددية داخل السرد أو وجهات النظر. قصة متطوع، يعني أنا بقول كمان إضافة على اللي قاله أستاذي الدكتور محمد، إن القصة دي تنفع تبقى فكرة لنوفيلا. قصة الشخص اللي بيعرف أعمار، اللي بيعرف ميعاد أو مواقيت وفاة الأشخاص الآخرين،
هتفكرنا بضرب الطبل مثلا عند الخميسي، ولكن هنا هتبقى وجهه النظر ذاتيه اكتر من عموميه ضرب الطبل، لان هذا الشخص نفسه في ذهنه هيبقى هو اللي عارف ان ده هيموت امتى، وهيبدا يتعاطى مع هؤلاء الناس على اعتبار انه عارف هيموتوا امتى، فيبقى في نوع من السخريه على شكل نوفيلا. اعتقد انها كروايه هتبقى يعني طولت شويه، نخليها نقول نوفيلا. اخر حاجه في الوان اكت بلاي، المسرحيه اللي هي من فصل واحد بتبقى ممتعه لان في مشهد واحد شد هذا الكاتب المسرحي، فخد هذا المشهد وفرض منه حدوته كبيره قوي من مشهد من صوره واحده. فاحنا نقدر نقول ان حسام اعتمد هنا، مع انا اسف على حفظ الالقاب، يعني اعتمد هنا الوان سين ستوري، هي القصه اللي من مشهد واحد، هي لقطه واحده بتاعت الجد اللي بيطلب حجر المعسل، ولقطه واحده فرض منها صوره زي الاستاذ محسن، برضو عباره عن لقطه واحده. في النهايه في حوالي 7 قصص في المجموعه هم عباره عن لقطه واحده. مزج اللغه الرصينه باللغه الريفيه زي مثلا لبت وسرسوب وحشت نفسي، دي جرأه لغويه وعملها بشكل كويس. تمارين أولية لموسم قادم، الراجل هنا ما بيتكلمش عن الشتاء، بيتكلم عن التيه. احنا كلنا في الريف معذبين نفسيا شوية، هو زعلان على حالة التيه اللي هو وصل لها والشيخ وصل لها والمجتمع الريفي كله عندنا وصل لها. معلش يا سمية، آخر حاجة أنا قلت من شوية آخر حاجة، معلش أصل أنا كنت كاتب كتير يعني. خلاص آخر حاجة، آخر حاجة خلاص والله اخر حاجه والله عشان امشي كلام تقريبا كل القاعه اخر حاجه. معلش يعني اخر حاجه اختصري وخد 3 مباشرات فقط لا غير، مش كده انا اخر حاجه. ما خلاص بقى يا باشا بقى، ان هو قدر يقحمك في البيئه بتاعته داخل هذه القصص، عتب وحيد واحد بس على الموضوع انه الترتيب بتاع القصص. كنت اتمنى بقى فصل القصيره قوي دي لوحدها ونخلي الطويله مع بعضها، واسف على الاطاله وبشكرك.